انا بدعمه. بص يعني فريق شفيق معايا جوه قفص الاسود اهو. الفريق شفيق هو انا اتمنى له انه يكون الحاكم بصراحه. كيفما يحكم الاسد الغابه انا اتمنى ان يكون الفريق شفيق هو الحاكم بتاع مصر بجد فعلا. يعني الفريق شفيق انا رجل احترمه على عربيتي وعلى في الدنيا كلها بقول الفريق شفيق انا نفسي يبقى رئيس الجمهوريه. بس بس هنرشح الفريق شفيق ان شاء الله مع بعض كلنا. انا والاسود ان شاء الله يبقى الحاكم باذن الله يا سياده الفريق. تبقى الحاكم تبقى حاكم مصر يا سياده الفريق شفيق باذن الله. هو ابراهيم مدرب الاسود بس ظابط بحري سابق. جميل. الفريق شفيق بدعمه من هنا من جوه قفص الاسود. بدعم الفريق شفيق من هذا المكان لان هو بجد احد وحوش الثوره. هو دعم الثوره بعده حاجات. افرج عن السلع علشان الناس تاكل وتشرب ويكملوا ثورتهم. صرف علاوات استثنائيه، زود المرتبات خلال الايام اللي هو قعدها. جاب شقق للشباب وشقق للمواطنين اللي كانت محرومه من الموضوع ده. عمل عده فرص عمل. عمل حاجات كتيره بصراحه في التوقيت الكام يوم اللي هو قعدهم. وبعدين انا الباك جراوند بتاعي مع الفريق شفيق انا يعني انا ما اعرفوش معرفه شخصيه، ولكن انا بحب هذا الرجل وبحترمه. بص النهارده على الاقل هذا الرجل محنك تحنيك رهيب جدا في اعمال القياده واعمال الاداره. بص للمطار، بص المطار اللي هو عمله من ساعه ما هو تحول الى رجل مدني ومسك وظيفه مدنيه في الدوله. بسرتش 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 من ساعه ما مسك وظيفه مدنيه في الدوله وهو طلع على المطار الوزارة الطيران لفوق. انا بقول بقى مش هقول بقى عسكري بقى ومش هقول مدني وبتاع، هو خلاص نسى الحياه العسكريه وتحول الى رجل مدني. والنهارده هو يحسب له ان هو رجل مدني النهارده، مش عشان اسمه الفريق شفيق بقى عسكريه ومش ما فيش الكلام ده. انا شغال تقريبا بقالي لوحدي بقالي 13 سنه، انما من وانا صغير جدا انا من وانا عندي 7-8 سنين وانا بهوى الموضوع ده هوت. وكنت بهوى جوه مصر وبره مصر، وانا اساسا متعلمه بره مصر. في ناس بتدعي ان غير السيرك القومي كل ما هنالك عشوائيات. عشوائيات والله انا هقول لحضرتك على حاجه، هو من حقه ان هو يقول كده واكتر من كده عشان هو زعلان من الشغل. اللي يزعل من الشغل واخد بال حضرتك لو هو ما عندوش روح المنافسه وروح الفريق وعنده احقاد وكده بيقول عشوائيات. تمام.